السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. في هذا الفيديو بدنا نستعرض مباريات الجولة العشرين من الدوري السوري الممتاز، فانا بتمنى من جميع المتابعين الضغط على زر الاشتراك وتفعيل خيار الجرس مثل ما واضح عنا بالفيديو واختيار كلمة الكل. في كثير من التعليقات بأسئلة من المتابعين ما عم توصل الاشعارات والاخبار اللي احنا عم نرفعها على القناة، فانا بكل فيديو حأكد على موضوع اختيار كلمة الكل والضغط مرة تانية على الجرس حتى توصلكم جميع الاشعارات. بداية، مباريات الجولة العشرين للدوري السوري الممتاز عم تحمل امال لكثير من الفرق، امال لفرق على المنافسة على بطولة الدوري، امال لفرق للهرب من شبح الهبوط. جميع المباريات حتكون يوم الغد السبت الساعة 5 عصرا بتوقيت دمشق. بداية، نادي الشرطة حيستضيف نادي الجيش، نادي الاتحاد حيستضيف نادي الفتوة، نادي الوسبي حيستضيف نادي الجزيرة، نادي الجبلي حيستضيف نادي الكرامة، ونادي حطين حيستضيف نادي الوحدة، ونادي الطليعة حيستضيف المتصدر نادي تشرين، ونادي الساحل حيستضيف نادي النواعير. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله لجميع الفرق. بالنسبه لجدول النقل التلفزيوني لهي الجوله، مباراه نادي الجيش والشرطه على قناه سوريا دراما، مباراه نادي الساحل والنواعير على القناه الارضيه، ومباراه نادي الوحده وحطين على قناه اوغاريت. وبتمنى من جميع المتابعين يذكروا لنا اسم فريقهم المفضل اسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات وتوقعاتهم لنتائج هاي المرحله. وكانت الجوله 19 انتهت بنتائج: الكرامه خسر امام نادي الشرطه بنتيجه 1-0، نادي الطليعة استطاع الفوز على نادي الفتوة بنتيجة 3-2، نادي الاتحاد فاز على نادي حطين بنتيجة 2-1، نادي النواعير عم يتعادل مع نادي جبلي بنتيجة هدف لكل فريق، ونادي تشرين عم يفوز على نادي الساحل بنتيجة 1-0، ونادي الوحدة عم يفوز على نادي الوسط بنتيجة 1-0، ونادي الجيش عم يفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 2-0. فيديو سريع ومختصر حبينا نحن نرفعه على القناة لمباريات الجولة القادمة للدوري السوري. لا تنسونا من الاشتراك وفي خيار الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ومتابعة حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام، والانضمام لجروباتنا للأشخاص اللي عم يعانوا من عدم وصول الإشعارات عبر تطبيق الواتساب. وشكرا لكم.